المطبخ التونسي ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. الفيديو نتاع اليوم باش يكون روتيني، ولا كيفاش عديت نهاري في ليلة العيد. اول وصفة باش نبدا بها ان شاء الله معاكم هي خبزة جاتو لنهار العيد، ان شاء الله الفطور الصباح معناها لنهار العيد، حاجة اكسبسيونيل هكا باش نعملها، ولو انه راهو بالسنة انك معناها تفطر على الاضحية نتاعك. المهم نحنا ما تجيش اضحيتنا النهار الاولاني، هذاك علاش باش نعمل هكا جو مغاير شوية. فطور الصباح باش نعمل طاولة باهية. باهي لهنا ايش عملت؟ خذيت 8 كعبات عظم، العظم عندي صغير راهو بالكدا، دونك 6 كعبات تكفي، وانتي والكبر نتاع المول نتاعك قداش يهز؟ المول نتاعي كبره تقريبا 17 سنتي، هابين 16 17 سنتي عالي، معناها يهز بالكدا. باش نعملها كيما لاير كيك، وهذه اسهل جاتو حسب ما جربت وحدي، معناها خديت المقادير بالضبط حسب حسبتها، نقيسه بالمغرفه وعلى العظمه. العظمه عندنا يا سيدك 6 كعبات عظم، دونك صغار كيما قلت لكم، 8 كعبات عظم صغار والا 6 كبار. اذا العظم نتاعك صغير تاخذ مغرفه نتاع ماكله اما صغيره، واذا العظم نتاعك كبير تاخذ مغرفه نتاع ماكله اكبر منها. هذيا اكبر منها، فهمت؟ معناها هكا شويه تخدم مخ وكهو معناها في الحكايه. نفس المغرفه هذيك اش قصت بها؟ عندي ماي و8 كعبات عظم، عملت 8 مغارف فرينه مليانين و8 مغارف سكر مليانين، حطيت معاهم نكهه الفاني لهنا السكر، و8 مغارف زيت مليانين، وثمانية مغارف حليب. سهلة الحكاية، ما فيها حتى شيء، ورشة ملح أكها. أول حاجة نعملها نجي ناخذ العظم الكل كامل بالأصفر بالأبيض، نحطه في الباتور ونبحيه تقريبا 10 دقائق في الباتور حتى يشتلي ولي خاطر بالكدا بالكدا. نعمل معاه رشة ملح، حطيت لهم رشة الملح والسكر باش نحطه أول ما تبدأ تركبها، وبعد نبدأ نحط في السكر على دفعات. بسم الله، اول ما العظم يكشكش نحط السكر. ونخليه يتركب حتى لين يبيض. وهيك ما شاء الله طلعت فاضت بالكدا من فوق، شوفوها اها، هذا القوام اللي نحبوا عليه ما شاء الله. طاش باش نعمل ناخذ اكل الحليب والزيت، هذوك باش نخلطهم مع بعضهم. خلطهم هكايا يوليو كي الكريمه مع بعضهم. هاك كل عليهم كريمه، نحطهم غادي ونجي طاول الفرينة وبالصفية، نحط الفرينة في الصفية هكا، باش كان فما كعابة يقعدوا ويدخل فيها الهواء وتتخلط معايا، ما تقعدش تكتوليت، ونخلط بالسياسة بسياسة بالفوي. ماذا بيك بالفوي؟ أسهل وما طيحلكش الهواء اللي كسبته في العظم. خلط ونهز من فوق للوطة، نجي ناخذ من هاك الخليط ونحطه فوق العظم فوق الزيت والحليب هكا، ونخلط بالسياسة. بسم الله السياسة باش ما نطيحش هاك الهواء، ولو انها هي مختومة مليح بإذن الله تقعد محافظة على الهواء نتاعها. هاكا هاو كملنا، ونصب عليه طوال الخليط نتاعي نتاع الجاتو. بسم الله وردوا بينا، تاخذ برشا وقت راهي في الفور، ساعة ساعة ودرجين على خاطرها عالية بالكدا، دونك تنجم تقعد نية من داخل. ونجي ندور هكا من الجناب باش تجيني كيما من الوسط كيما من الجناب هاك،
ما نرجع لبر نعملها ضربتين مش كان فما هواء يخرج. وطوى عديت ساعة ودرج دقيب ولا درجين في الفور باش خرجتها طوى. بسم الله هايكا خليها تبرد مليح ونحطو لها الكريمة نتاعها اللي تحب انت الكريمة باش تحط حتى كريم شانتي بودر تركضها مع الحليب وإلا مع الماء وتحطها اكاها. انا عندي كريم ماسكربون وكريم ليكيد هذوك باش نعملهم حاسين بينهم كل مع بعضهم. حطيت 500 ملي بطلت مانيش باش نعمل ماسكربون باش نعمل الكريم هذي خير. نحليها بالعسل ونحط لها فاني اكاها وهذا الفاني. هاي سيدك بدلت رأيي قلت باش نزيدها كاكاو وباش نزيدها الفيكي عندي فيكي بالحية. هاي هي الكريمة هاك تركض مليح 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 تولي هاكا عاقدة بكدي ما شاء الله. الكاكاو بركة يمكن نزيد كاكاو باش نزيد السكر على خاطري مرورة ونحط هاكا الفيكي شوية خليني خليني ولا باش نحط فيه شويه قهوه تعزز النكهه نتاع الكاكاو. يلا طوا زدت قصيتها على أربعة معناها وديتهم أربعة حسيت واحده منهم خشينه وليت قصيتها على أربعة نفس المول هذيك خسرتها طوا وباش نحط فيها الجاتو زينو وهو فيها. يلا سكر عليها هكا جيني خذ اول كعبه اللي هي الطبقه الاخرى بالكل الطبقه الاخرانيه باش نصب عليها شويه حليب باش تطرى والاخرين مانيش باش نصب عليهم خليهم يشربوا الماء تاع الكريمه. ونحط الكريمه كريمه جات بنينه بنينه لودكم من شهيكم. هذه الطبقه الاولى هكا ونحط فوقها الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه هذه كاينها صار فيها الترقيعات مش مشكل ننزل عليها باش نطلع الكريمه من الجناب في نفس الوقت تجي مستويه هيا هكا ونزيد عليها كريم اخرى هكا حاول تكون بالتساوي وهذا الطرف الاخر ننزل كيف العاده. ونخليها في الفريجيدير حتى هاك الكريمه تشرب في الجاتو وتتماسك بالكدا بالكدا وقتها نخرجها ونكملوها مع بعضنا ان شاء الله. وطبعا باش نعملو خبز العيد خبز العيد هاكا نعملو انا من الليل ويقعد لي من غدوه بنقص معناها تعب نهار العيد هاكا واحد باش ما يقعدش واقف برشا في الكوجينه. لهنا عندي تقريبا 600 غرام فيرينا دقيق ابيض عندي 500 ملي ماء دافي حطيت فيه مغرفه كبيره خميره نتاع خبز ومغرفة سكر والعسل اللي انا حطيت عسل وخليتهم خمروا ما شاء الله هاكا طلعوا. باش نحط عليهم كعب عظم وكعب عظم كامله وابيض عظم علاش خاطر خليت الاصفر نتاعها باش نزين بيه الخبز من بعد هاكا باش من واحد شكل طيه العظم وكعبه يا غرت بحراره الغرفه وعندي أفاح الخبز متاعي اختياري تحب تفرح خبزك ولا تخليه كيما هو والملح نحطلو أكل خليط اللي عملناه متاع الخميرة وكالجو الكلو. بسم الله
واذا نقص فرينة او كنزيد فرينة تحبوا تخلطوا فرينة وسميد، خلط فرينة وسميد، نقص ما يزيد الماء. وباش نحط له 3 مغارف زيت طوى في الاخر، مادام طري، ومن بعد نزيدو الفرينة باش يزيد يتلم شوية اخ وكها، ما نستحقوش برشا عجناء. على خاطر ديجا هاكا غزو بيتو كي شد في بعضه معناها جلوتين ومخدوم، خاطر طرية العجينة. نزيدها شوية فرينة، بسم الله. توا نغسل يدي ونجي نكمل باش نحطها في خاطر ديجا خمرت الخميرة، خليتها خمرت في فك الكيس، دونك لهنا ما نسحقش باش نخمرها مرة أخرى ونعاود بعد نحطها في الطبق ونتعاود تخمر، نحط طول في الطبق توا تخمر لي فرد مرة. توا سي حطيت الطبق في بابي كويسون، نحط شوية زيت، نبل يدي بالزيت ونسرحها من جنابها. نجمو تعملوه مكبوس أكثر من هكا، أنا نحبو هكا باش يجيني طري قد ما نقدر. هكا باهي، هكا تسرح من الجناب، نبل يدي الأخرى زادا بالزيت هكا، بسم الله، وناخذ بالبركة هكا وهكا. هكا ونحطها حطان هكاكا، نزيد اذا بديت تلصق نحط الزيت. الأخرى نعملهم 5 كعبات، نجي كالعادة نبدل يدي بالزيت ونعمل لهم هكا. مش مشكلة يلصقوا في بعضهم، مش مشكلة، ونخليهم يخمروا هما هكاكا. وطبعا نحط الفرن بتاعي يسخن على 200 درجة حتى شي اللي يخمروا هما نصيب ساعة ساعة غير ربع، ومنوريكم كيفاش ان شاء الله. وطبعا بعد ما خمر هوا نجي نعمل له الوحدة الاصفر العظام وتخليوها هكاكا، ارطب ولا تعمل له اشكال، انا باش نعمل له هكا كيما التركي. ومن بعد ندهنوا باصفر العظام أكل عملته هذاك. وطبعا باش نعمل العشاء اللي هو باش نعمل مرقة جلبانة، باش نعملها زعر على خاطر أمولة تحبها هكا، كعبة بصل نقصها بالطريقة هي ونحط لها الزيت، نحط لها كعبة طماطم من ناحية لها الزريعة نتاعها، وعندنا هنا شوية دجاج عربي نحنا نقولو، أما دجاج فيغميي يعني، هذاك علاش نحطو بالجلدة، كي يبدا في المهرمين نحب نحيلو الجلدة نتاعو، وشوية طروف هكا من زر الدجاج، نحرك الطنجرة، نقص الغاز. ونفوقه عندي رشة صغيرة قرفة، رشة مغرفة صغيرة مليانة كركم، ومغرفة صغيرة ونص تابل وكروية. وطبعا باش نحط الجلبانة، جبتها من الكونجيلاتور شللتها، صب عليها الماء
الجلبينه نسينا ما حطيتليش الملح. طاب تفكرت بسم الله نسينا الملح صي كل شيء اموره طوا واضحه. هنحط معاها بطاطا شطيبه كيكه دوبا تبدأ بشطيب البطاطا باش نرمي عليها قنارية. عندي قنارية قشرتها طوق بسيطة حطيتها في القارص والماء باش ما تكحالش ونرميها عليها باش زيدا ما تتفتفتش خطر البطاطا يبسى أكثر من القنارية. ايش رايكم في الخبيزات؟ راهم ريحتهم ما شاء الله ميليا الدق. ها مخبيزاتنا شاي بسط وقف بعضهم هيك شوفوا تبارك الله شوفوا ما شاء الله. ليتو اللهم بارك سخونة راه سخون سخون نزل سخون بالقدا بالقدا وريحتو فيه حق اللهم بارك. ليت الخبز قد ما يكون طري في العجينة قد ما يعطيك من بعد نتيجة روعة. سخون ما شاء الله. وطبعا بعد ما البطاطا عدت وقيت باش نحط طوا القنارية بعد ما نشللها من الماء والقارص. بسم الله هكا تحبوها حمرة هي بيدها تنجم تزيدوها شوية ما تحطوش قرفة بالطبيعة كي تبدا حمرة. هريسة عربي ومغرفة طماطم تجي بنين على ما بنها زيدا. ها هي الجلبينة حضرت ما شاء الله. ها هيكا تنجم تزيدوها رشة معدنوس تزيد بنن بصل من فوق كيما تحبوا انتوما. وطبعا بعد ما طاب العشاء عملنا كل شيء عملت معاه سلايطه خس وطماطم. اوريكم الخبز ما شاء الله هاكا اكلين خبزه كامله كليناها ونحن واقفين. اغزروا كيفاش هذا بارد شوفوا من داخل كيفاش ما شاء الله. اها ريتو اللهم بارك حسيلو نودكم وما نشهيكم. الخبز صي المرقه صي السلطه صي ذاك العشاء. وطبعا غدوه ان شاء الله بما انه العيد ونحن كما قلت لكم ما نجيبوش الضحيه نتاعنا نهار العيد. عندي هوني مرقيس في الكونجيلاتور وكرومه علوش والحم مفروم جبتهم باش يباتوا يتنحى منهم الثلج نتاعهم باش نعملهم وصفات الغدوه ان شاء الله نهار العيد. طبعا عليكم ان شاء الله طولت العيد. وعندي صدر نتاع دجاج جبته زاد هو من الصباح توا هو بريسك تنحى منه الثلج نتاعو باش نقصوا طوا مكعبات هكا كبار. ونرجعهم نفك الحكة هذيك اغميتيك باش نحط نفوحهم يباتوا ليلة في أفاحهم. لهنا عندي أفاح هذايا مشاوي نشريه حاضر ما يجيش مع المشاوي الكل بالطبيعة نعملهم على هكا الدجاج وكل شيء وفيهم الملح ديجا بالملح نتاعها من غير ما نزيد الملح شويه زيت نحطو لهم شويه صوص باربيكيو هكا هكا هاو ونخبيهم. حضرنا طاولتنا كملت طاولتنا ان شاء الله فيها الف بركه. وفي نهار اليوم هذه التحضيرات معناها ليله العيد وكل مره كيفاش نعملوا بعد نمشيو نحضروا الحوايج اللي باش نلبسوهم من غدوه ونحضروا وكان بيت وبيت الصاله نظيفه والفطور الصباح. وان شاء الله خليكم في حلقه اخرى وفيديو اخر لنهار العيد كيفاش تعديوها مع بعضنا وبسلامه.